السلام عليكم. اليوم راح نديكم تشوفوا تتعرفوا على منارة تاع سيدي عبد القادر بمدينة دلس، وهي إحدى ثلاث منارات في المدينة، وكان زوج منارات أخرين في المكان مسمى بسيدي بلغوت على بعد حوالي 3 كيلومترات. دي دونجي كان تصورها عدا تقلب ولا دي دونجي، يعني قلتها لك شي يا قلبي يوجع. الان رانا في المنارة هذه، وهي اجمل منارة في دلس، وواحدة من اجمل المنارات في الجزائر، وعندها موقع رائع، الموقع ديالها اللي يزيد من الجمال والرونق تاع المنارة هذه، وهي تبنات في اثناء الحقبة الاستعمارية فوق مكان تاع الميناء القديم اللي يعود الى العهد الاغريقي. وسوف تكون عندنا وقفة اخرى على تاريخ هذا الميناء بالتفصيل. وهنا رانا في المنارة تاع سيدي عبد القادر، بس ما بسيدي عبد القادر رائعة متميزة بموقعها، ونخليكم تتمتعوا بالفيديو هذا، والسلام عليكم. Thank you.